تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، أقيمت مساء أمس بطولة كأس المربين للعام 2020 للخيل المصرية، وذلك بمركز الجواد العربي بيت العرب. هذا وقد أناب سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح لحضور البطولة. وكان في استقبال ممثل سموه مدير عام مركز الجواد العربي بيت العرب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس المربين للعام 2020 الشيخة سارة فهد لدعج الصباح، ورئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي، والسادة أعضاء مجلس الأمناء. وبدأت البطولة بالنشيد الوطني، بعدها تم عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم. وقد قام ممثل سموه حفظه الله بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.